الباكر. الآن يشتد القصف العنيف على هذه المناطق، على جوبر، القابون، على منطقة زملكة، أطراف المتحلق الجنوبي، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في محيط هذه الأحياء ومحاولات جديدة لاقتحام هذه المناطق. أيضا اليوم يعني الأحياء الجنوبية، حي مخيم اليرموك تعرض للقصف في الصواريخ، أيضا بلدة إسبين تعرضت للقصف في الطيران الحربي، ومنطقة المادنية في الجنوب الدمشقي للقصف في الطيران الحربي، غارتين من الطيران الحربي شنتهما الطائرات منذ الصباح الباكر على هاتين المنطقتين. أيضا بالنسبة للقلمون اليوم يعني قصف من الطيران الحربي على منطقة مزارع الصالحية في يبرود، وقصف مدفعي عنيف جدا طال منطقة الزبداني من مدافع المعسكر. بالنسبة للغوطة الغربية طبعا اليوم يعني مدافع أيضا جبال الفرقة الرابعة مطار المزارع العسكري استهدف منطقة المعظمية مع حصار مطلق واشتباكات من الجهة الغربية لهذه المنطقة، طبعا مع توافد تعزيزات عسكرية من مطار المزة إلى منطقة دارية واشتباكات من الجهة الشرقية أيضا. بالنسبة أيضا لهناك للغوطة الشرقية يعني تجدد القصف على عدة مناطق في الغوطة الشرقية، على دوما أيضا طريق المطار اشتباكات عنيفة على طريق المطار في محيط بلدة دير سلمان والبلالية، يعني هناك محاولات من قبل قوات النظام اقتحام هذه المنطقة والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من تلك المنطقة على طريق المطار. الجيش الحر يتصدى لهم، يكبدوهم خسائر بالأعتاد والأرواح، يعني تعزيزات عسكرية مستمرة ومنذ 3 أيام حتى اليوم يعني تصل حتى هذه المناطق، والجيش الحر يتصدى لهم وبقوة يكبدهم خسائر الأعتاد والأرواح. نعم، شكرا جزيلا لك إيمان الهدى، عضو شبكة شام، كنت معنا من مدينة دمشق.